رحلة حب ابتدت من جوه كنيسة القديسة العذراء مريم بالزمالك، ومن 50 سنة فاتت. نحكي النهاردة رحلة حياة عاشها القدموس يوسف عبده، أب حنين عاش وسط ولاده يخدم، وحتى في صمته كان بيعلم. والنهاردة وعن سنين رحلته هنتكلم عن حبه وعطائه وأمانته لرعيته. أنا اتولدت في عائلة متوسطة في مدينة كفر زيات غربية، وأنا من مواليد سنة 1926. خدت شهادة ابتدائية بعد 4 سنين. جت مشكلة إن مفيش مدارس ثانوي في كفر زيات، فانتقلنا إلى طنطا العاصمة عشان فيها مدرسة ثانوي، ودخلت مدرسة الأقباط الثانوية بطنطا، وبدأت المرحلة الثانوية بتبقى حوالي 5 سنين أخد شهادة الثقافة العامة وسنة توجيهية توجهني إلى الجامعة. فظللت طفل مدلل لحد ما خدت شهادة الثقافة. وفجأة في يوم قلت لبابا إن أنا عاوز أروح القاهرة، عمري رحت القاهرة أزور قرايبي هناك. قال لي طيب، اداني فلوس قطعت تذكرة وجيت القاهرة وشفت القاهرة لأول مرة في حياتي. للأسف الشديد يوم ما رجعت تاني البيت طنطا كان والدي توفى قبلها بيوم. كان سني حوالي 16-17 سنة. فتحولت من طفل مدلل إلى رب أسرة من 6 أشخاص، والدتي وأنا والأربع بنات. اضطريت ان انا سبت المدرسه، المدرسه بفلوس، في مدارس مجانا في الوقت ده، وخدت دروس خصوصيه في بعض المواد ونجحت وخدت التوجيهيه. وما كانش في طنطا جامعه، فروحت قلت لوالدتي، هي قالت لعمي الصغير ان يوسف مصمم ياخدنا اسكندريه. فجاء قعد معايا قال لي يا ابني ما صحش، انت معاك ثقافه وثانوية عامة، اشتغل واصرف على البيت. فأنا ربنا يعني أظهر فيا أول حاجة شعرت إنها يعني ربنا حطها بإيده في داخلي، وهو قوة الإرادة. قلت له يا عمي أنا أوعدك بحاجة واحدة، لو جيت في يوم من الأيام وقلت لك سلفني جنيه سيبني وامشي. وحدث هذا تماما. رحت اسكندرية اشتغلت وسكنت عيلتي واخواتي، وبعد اخواتي واحدة واحدة يتجوزهم، وتخرجت من الجامعة وبعت طلب لوزارة التربية والتعليم، كان زمان اسمها وزارة المعارف، وتعينت مدرس في طنطا الثانوية، واتنقلت من اسكندرية إلى طنطا الثانوية أنا والدتي واخواتي، وبدأت أدرس في طنطا. فما اكتفيتش بخروجي من تخرجي من كلية الآداب جامعة اسكندرية، فقطعت أبونيه في القطر وبدأ أسافر من طنطا للقاهرة تقريبا كل يوم عشان أدرس في القاهرة. كان الحاجة اللطيفة اللي أحب الناس تسمعها إن كنا مجموعة من الشباب مسلمين ومسيحيين، وكنا نحب بعض جدا جدا، وكان يجوا بيت عندي يذاكروا، وكان أنا متقدم في الرياضة لدرجة أنا فاكر كان في واحد جاله ملحق في الرياضة فقال لي أخد درس خصوصي، قلت له لا أنا هدرسك. وجيت في الصيف بقيت أديله دروس خصوصية نجح، فقال لي أمي عزماك على الغدا لأن وعدت إن لو أنا نجحت على طريق الدرس بتاعك هتعمل لك فرخة وتاكلها كلها. قلت له كل ده ممكن معانا ناكل فرخة بحالها يعني. أنا دخلت الكلية الكاثوليكية كمعلومات، ما كانش بفكر إطلاقا أنا بكاهن، لأن يعني كان في قسم جامعي بعد الظهر غير النهاري، والنهاري ما أقدرش أنا بشتغل مدرس وبدي دروس خصوصية برضه كل حاجة. فكنت باجي بعد الظهر أدرس في الكلية الكاثوليكية. بعدين سمعت عن في معهد للدراسات الإفريقية فتبع جامعة القاهرة،
فبدأت أدرس في معهد الدراسات الإفريقية وخدت ماجستير في الدراسات الإفريقية، ثم خدت ماجستير في التربية وعلم النفس، فبقى عندي كلية كلينيكية وتربية ونفسية وإفريقية. ده كله ده بقى نفعني في المستقبل. هو دايما إنسان الحقيقة ديمقراطي معانا بشدة، ومن أول يوم جينا في الكنيسة سلمنا كل حاجة في الكنيسة، وزع علينا كل خدمات، وقال كل واحد يختار الخدمة اللي تريحه وتناسبه، ونسقها بينا إحنا الثلاثة. وهو قال أنا دوري إن أنا بساعد كل واحد فيكو زي ما هو عايز. في التاريخ ده أنا تعين الإسكندرية وكيل بطرخانة، كان أبونا متى المسكين، شخصية معروفة. فأنا قالوا لي أنت متخرج من إسكندرية، فروح إسكندرية مهد الجو، لأن كان أول واحد في مركز كبير مثقف متعلم، كان أصلا صيدلي وبعد السخانة وراح الدير وهكذا. فروحت إسكندرية قبليه بكام يوم، واتصلت بالناس اللي هناك وجمعيات وبتاع، طلعنا كنا على المحطة استقبلناه وخدناه بعربيات لحد البطرخانة، عملنا له حفلة، وهو قال لي يا يوسف خليك معايا في البطرخانة. فبعد كام شهر كده نادالي، كان السبت بالليل، ونادى لابونا مرقص كاهن كنيسة العذراء بمحرم بيه اسكندرية، جيت انا جاي قاعد معايا، اي خدمة يا ابونا متى؟ قال لي اه انا جايب ابونا مرقص معايا عشان في خلال اسبوعين لازم تتجوز. فانا كانت يعني بالنسبة لي مشكلة صدمة، يعني ازاي اتجوز في اسبوعين وانا ما تعرفش حد؟ فانا قاعد وانا مع ابونا مرقص، قال لي بس قول يا اخي اي واحده. قلت له اعرف واحده اسمها الانسه عايده بتيجي تخدم معانا في الملجا، كنت بخدم في ملجا هناك. بعد كام يوم عملنا الخطوبه، وبعد كام يوم يوم السبت اللي هو الحد الرفاع والاثنين اول الصيام الكبير اتجوزت. اتجوز ابونا يوسف في اسبوع، وبعدين زي ما بيقول أرميا كده ليس لإنسان أن يرسم طريقه، فما حصلش نصيب في الكهنوت في إسكندرية. لما أنا ما اترسمتش في إسكندرية طبعا حزنت، ما قدرش أكذب، كانت تجربة قاسية جدا. بعد كده وهو بيخدم في القاهرة كان خدم مع الأنبا صمويل المتنيح، فالأنبا صمويل جاب له المنحة الدراسية يدرس الأديان المقارنة والتاريخ في أمريكا، وفعلا سافر، وكان دي تدبير إلهي. بصيت لقيت جواب جاي لي من أمريكا من أب اعترافي، قال لي أنا موجود في أمريكا وجبت لك سكولرشيب من يونيفرستي اوف شيكاغو، جامعة شيكاغو. فقلت له الحمد لله أنا ما اترسمتش. أنا قعدنا هناك حوالي 3-4 سنين في جامعتين، واخدت وصلت إلى دكتوراه، وبعدين لما رجعت طبعا وجدت إن أنا مؤهل حتى من تعليمي في مصر قبل ما أروح أمريكا إن أنا أقدم على دكتوراه في القاهرة، فقبلوني وحددوا لي أستاذ كبير كان عميد كلية الآداب، كان هو المشرف على الرساله بتاعتي. ابونا يوسف واخد دكتوراه في اللاهوت ودارس كتير جدا جدا، وخد دكتوراه من شيكاغو في اللاهوت وكده، فاللي درسه لو اتكلم بيه مع الشعب محدش يفهم حاجه، لكن انا مش عارف ازاي الحقيقه قدر دراسته والدكتوراه بتاعته دي قدر يعني يكتسب بيها حاجه مهمه جدا، اللي هو يوصل المسيح البسيط لكل الناس. أبونا يوسف يمكن أكتر حاجة الحقيقة تلفت النظر إن الواحد يشوفه لأول وهلة أو أول مرة، عليه ابتسامة جميلة قوي قوي وابتسامة عريضة تطمن الشخص وهو بيتكلم معاه. كانت كنيسة الزمالك حطوا حجر الأساس بتاعها وافتتحوها، وكانوا بيدوروا على إنسان مثقف، إنسان يستطيع إن هو يلم شعب زي شعب الزمالك. أنبا صمويل قدمه
لمجلس كنيسة الزمالك وشعب كنيسة الزمالك وفرحوا بيه. كان في ذلك الوقت البابا ما بيرسمش حد، فاختار نيافة متنيح الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف في ذلك الوقت وتنيح بعد كده، وجي هنا في حضر في الكنيسة ورسمني. أنا طلبت منه يعني قلت لو سمحت يا سيدنا خلي اسمي زي ما هو، وافق رسمني باسم أبونا يوسف عطو. كان الأربعين يوم الأوليين من رقوش الدير قعدتهم في الاستراحة جوه هنا، وجيبوا لي أكل وأقعد جوه هنا، المفروض ما أقعدش مع مراتي وبس. قعدت جوه في الاستراحة 40 يوم، عملوا لي حفلة وبدأت أخدم بقى. كان معروف ومشهور جدا بنشاطه في المشي السريع جدا، محدش يسبقه في المشي. لما يروح خدمات في الزمالك يروحها كلها مشي علشان يحاول يفتقد ما يستطيع ان يفتقده، علشان كان لوحده، كان بياخد احد الخدام او احد الافراد اللي هو مرتاح معاهم ويعمل الزيارات ويقوم بالخدمة دي. فكنا نسأل البواب في هنا ناس مسيحيين، يقول اه في الدور كذا فلان الفلاني. اطلع على الدكتور عريان بالاسانسير او بالسلم، نطلع ونضرب الجرس. طبعا كنا بنقابل معاملات مختلفه، البعض يرحب بينا يقول اتفضلوا هو في كنيسه في الزمالك، نقول لهم اه ونعرفهم به، والبعض يجي السفرج يطلع ويدخل ويطلع ويدخل، وفي الاخر يقول اتكلموا في التليفون وبخدوا الميعاد وبعدين تعالوا قابلوا العيله. نقول له طيب متشكرين وننزل. الى ان بدات الناس تحس باهميه الكنيسه، لان الناس لما جت الكنيسه وشافت الكنيسه شغاله والناس بدات تصلي وبداوا يعرفوا ربنا، ده جاب ده في ظرف قليل بدات الكنيسه تقف على رجلها. فالمجهود اللي بذله ابونا يوسف كاول كاهن في الكنيسه مجهود ضخم عشان يجمع الشعب وعشان يتلمس ايه اللي ينفع مع الشعب ده وايه اللي ينفع مع الناس دي. يعني مره يوم خميس عهد بصيت لقيت الكنيسه فوق وتحت الاف من الناس وانا لوحدي، وايه انا اول ست راجل بشكل مرعب، يعني ما فيش ثانيه حاجه تساعدني، طخ طيخ طخ طيخ طخ طيخ. على نص ساعه كان الكنيسه كلها اتنولت. احنا دخلنا على حاجه ما زرعناهاش، اللي زرع ابونا يوسف واحنا دخلنا عليه وحصدنا. فالحقيقه كان جمال منه ان هو فعلا قدم لنا خدمه على طبق من ذهب. ابونا يوسف شخصيه مسؤوله، كان دائما يشعر بالمسؤوليه تجاه كل اللي بيخدمهم وكل حتى اللي بيخدموا معاه، يشعر بمسؤوليه مع الاباء اللي معاه، يشعر بمسؤوليه مع المخدومين والخدام. تعليم استسلام عن نادي استلمتها من امريكا، لان الاجانب كلهم يعملوا كده، وطبقتها هنا، كيس الوحيده اللي بتعمل كده، واقف على الناس كلهم اسلم عليهم وهم طالعين. واحد نقف نسلم على الناس، فاكر كل واحد ومهتم كل واحد وبهزر مع كل واحد وعارف كل واحد مشكلته فين، فبقى في علاقات شخصيه بين كل واحد والتاني. أهم صفة في أبونا يوسف إن هو دايماً بيفتقد الناس وبياخد باله إن الناس موجودة ولا لأ، واللي مش موجود بيطلع يكلمه على طول. لما رحت أمريكا شفت النظام بالدقة، يعني على سبيل المثال مثلا يعملوا اورينتيشن بروجرام للاجانب، اورينتيشن بروجرام يعني برنامج توجيهي للناس اللي جايين من الدول التانية. فروحنا كده حوالي 50 60 واحد، قعدنا في حته 3 4 ايام، فقالوا لنا ان في اخر يوم كل استاذ هيدعي واحد او اثنين او ثلاثه من الطلبه يتعشوا عنده في البيت ويوصلهم بعد كده للمكان اللي هم عايشين فيه.
فكان ربنا رتب لنصيبي مع اتنين تانيين ان اروح عند الدين العميد الكلية اللي انا بدرس فيها. رحت اتعشيت عنده انا وزملائي دول، وقال لي بعد العشاء هطلع بالعربية بتاعتي ووصلكم. كنت انا ساكن في الانترناشنال هاوس، فقلت له انا ساكن في كذا، انا عاوز منك خدمة. قلت للدين، قال لي اي وقت روح لسكرتيرة تاخد ميعاد تجي لي اللي انت عاوزه اعمله لك. فجيت انا يوم رحت للسكرتير، قالت له حاضر اتفضل، هو مديك ميعاد الساعه 10. 10 الا 5 لقيت الباب بيفتح بتاع المدير، وهو اللي طلع لي مستر يوسف. قلت له يس سير، قال لي بليز كم ان. فتعلمت النظام والاخلاق وطريقه الكلام مع الناس والحديث من اول يوم رحت في امريكا. لما بتكلم على النظام مش بتكلم على دقة أبونا يوسف في الوقت البداية والنهاية، ولكن بتكلم على حاجة شاملة. نظام في العلاقات، نظام في الخدمات، مبادئ بتتحط، كل ده يخلي الدنيا واضحة والدنيا كلير. أنا في البداية يعني تصادمت مع بعض آراء الناس، زي مثل الاجتماع اللي عملته في المعمودية ده، قلت لهم اقعدوا جنب بعض، فقعدوا البنات جنب صبيان، بس راحوا البيت وقالوا ابونا يوسف عملنا اجتماع، وكل واحده كانت قاعده جنب ولد وبنته وولد وبنته وحاجات زي كده، بس يعني بالصدفه مش احنا نرتبهم يعني، وتعرفنا ببعض. طبعا قامت الدنيا بقى ولم تقف، لا ايه ايه حكايه البنت اللي تتعرف بولد وتسلم عليه وبتاع. طبعا النهارده الكلام ده موجود، كلهم يعرفوا بعض. وبدانا باول اجتماع في المعمودية، وكان من الاجتماعات الرائعة جدا، وبدأت الخدام تكتر في هذه المعمودية، وتكونت مجموعة لخدمة اللي هي المجموعة النهاردة اللي ماسكة ومسؤولة عن اجتماع الخريجين واجتماع الجامعة واجتماع الأسرة واجتماع حديث الزواج. عرضنا عليه نعمل مؤتمرات، هو اللي شجعنا وعملنا أول مؤتمر سنة 75. وفي المؤتمر ده كان لسه رايحين كينج ماريوت، النور كان على طول مقطوع، النوم كان على الأرض، كنا نلعب كورة يجي يشجعنا ويلعب معنا كورة، يعني حقيقي وقف جنبينا وقفة حسينا بيها إزاي أبونا في كل المواقف في حد في ظهرنا. كان من مؤيدي المؤتمرات بالكامل، لأنه كان يثق المؤتمر ده بيعمل تغيير في الناس ولازم جدا، ومن قوة الدفع دي الواحد مكمل، لأنه يثق فينا فعلا في أن المؤتمر ده لازم جدا للناس مرتين وثلاثة في السنة. ترجع الناس حقيقة متغيرة، مشحونة روحيا، فرحانة، مبسوطة، متقوية، وعارفة تقرأ زي الكتاب، تمسك بيه أكتر وأكتر. أفتكر برضو في المؤتمرات حاجة بالنسبة لطنط عايدة، جايز وقتها ما كنتش أحس بقيمتها بصراحة، كانت تيجي هي وكان في طنط كلير وطنط وداد، وكانوا يسيبونا احنا طول النهار سواء نستفاد نسمع وعظات او نلعب او ننام، وهم من الصبح لغايه بالليل في المطبخ يقعدوا يعملوا الاكل كله، شوفوا بقى ال 60 70 نفر حسب العدد وساعات 80، وما كانش ولا حد فينا يدخل يساعد في ولا شيء. ويمكن وقتها الواحد كان حاسس انه هما مبسوطين معانا واحنا مبسوطين بكده، لكن لما الواحد كبر شويه وشاف ازاي الناس دول كانوا ولادهم برضو كبار وضحوا ان هما يجوا يسكنوا او يقعدوا في بيوت، كان مؤتمراتنا بالاسبوع ما فيهاش ساعات سراير، ويناموا زينا زيهم، وعمرنا ما شفناها متضرره، بالعكس مبتسمه مبتسمه، الشعب ده كانه فعلا ولادهم. أول مرة قابلت فيها أبونا يوسف كنت طبعا لسه ما ترسمتش، فكان يافت الأمر رفائيل قال لي تروح تقابل أبونا يوسف في كنيسة العذراء في الزمالك. وبعدين طلعت قابلت أبونا يوسف في الأوضة بتاعته، والراجل الحقيقة أول ما قابلني مقابلة جميلة جدا جدا، فطمنتني، لأن طبعا الواحد بيكون
قلقان وخايف، لكن لما لقيته مع استقباله الحلو طمني اطمئنان كبير. يعني افتكر اول يوم احنا جينا فيه هنا لما ابونا اترشم، يعني كانت يعني اول مره نخش الكنيسه وحاسين ان الموضوع غريب، لكن هو قد ايه استقبلنا بالبشاشه في الحقيقه والترحاب، خلى الواحد يعني يحس ان هو مش غريب ويحس ان هو في حد له في الكنيسه بيحبه. اخذت سونيا ورحنا عنده قبل الرسامه، والحقيقه كنت متخوف جدا جدا، مش للكهنوت كهنوت لكن من المجهول. والان طبيعتي كمهندس ما كنتش اخش في اي مشروع او اي عمليه الا ما اكون دارسها كويس قوي، ابقى عارف هعمل ايه بكره وبعده. فرحت له، قعدنا نتكلم معاه مده طويله قوي في البيت عنده، والحقيقه قعد بقى اداني بعض النصايح، يعني اقدر اقول كلها ترتكز على نقطه واحده، على نقطه الايمان. اتذكر يوم ما بلغني بنتيجه التصويت بتاع الترشيح للكهنوت، كان في تليفون مكالمه تليفونيه مليانه مشاعر ومليانه ابوه ومليانه فرح حقيقي اقدر اتلمسه، ومليانه حنان لكانه كان منفعل متاثر جدا وفرحان. اتذكر يوم ما رجعت من الدير نزل مخصوص يستقبلني، وقبل طقس استقبال الكاهن الجديد وصلوات عشيه اخذني بالاحضان وقال لي اخذت مكتبك ولا لسه؟ فقلت له لا انا لسه ما دخلتوش، منتظرك لما اخده منك انت. فالمهم راح اتاثر جدا واخذني في حضنه وبكى، وده كان موقف مؤثر جدا ليا. فلما بدا يبقى لي كهنه زملائي يوسف، قال لي يوسف، قلت له خد بالك يا يوسف، كنت في الاول بتسال نفسك اعمل ايه في الموضوع الفلاني، النهارده يا حبيبي انت معاك ثلاثة، فما تعملش حاجه الا ما تقعد معاهم وتاخد رايهم. كنا مره بنصلي قداس احنا الاربعه مع بعض، وبعدين اختلفنا على راي، فراح خدنا في الاستراحه اللي بعد الهيكل جوه، وقال لنا مش هنطلع من الاوضه هنا، وسيبنا القداس مش هنطلع من الاوضه هنا الا لما نطلع راي واحد. وفعلا ما خرجناش من الاوضه وكملنا القداس الا واحنا طالعين راي واحد. فكان دايما حريص ان احنا الاربعه نبقى ايه مع بعض في كل حاجه كل راي، وكان دايما يقول لنا اوعى حد يخش بينا في طريقنا، ده طلب مننا ان اي حاجه تحصل نعرفها بينا وبعض ونخف فيها موقف واحد مع بعض. في ميزه في ابونا يوسف انه اي قرار قد ما باخده بيجمعنا او بيجمع اللي موجودين على الاقل، اذا كان واحد فينا او اتنين، ويساله ويديله فرصه يفكر، يقول له الموضوع معاك اهو وفكر فيه ورد عليا. انا فكرت ايه اللي بيقسم الكهنه؟ قلت المال والمركز والشهره والحاجات دي. احنا غير مختلفين في المال، لان المسيح قال المال اصل كل ايه؟ الشرور. مفيش مراكز ولا حاجات من دي، كلنا يد واحده وكلنا حاجه واحده. الميزه ان ابونا يوسف واحنا من ايام ما كنا في الدير جه وقعد معانا وحدد واحد فينا مسؤول عن الجداول بتاعه الكنيسه، وحدد مين مسؤول عن ماليات الاباء او حاجه زي كده. فالميزه ان هو من الأول محدد، والشخص ده المسؤول دايما منظم كل حاجة. طبعا بالنسبة للنواحي المالية أو النواحي المادية، فالحقيقة برضو أبونا يوسف كان منظم فيها بشكل جامد ونجحنا فيها خالص خالص، ما عادش نقطة دي يعني تعمل أي ثغرة بينا. قال لي كلمة مرة، قال لي أنا فرحان بيكو لأنه من أول يوم جيتوا في الكنيسة حسيت ان انتوا فكركم مش في الماده اطلاقا. حياتي كلها تجارب بس نجاحات، ولازم الاتنين يمشوا مع بعض. فالتجارب بتعلمني الشدة والصلابة، تشجيع لازم أبقى واقف صامت، والنجاحات بتدفعني إلى الأمام. إيه الخطوة التانية؟ إيه الخطوة التالتة؟ إيه الخطوة الرابعة؟ أنا معظم تفكيري بالليل وأنا نايم، أنا بنام لوحدي في الأوضة وأحب الأوضة تكون ضلمة
لكن انا احب كده ابص في سقف الاوضه في الضلمه وافكر واحل مشاكل كثيره جدا ما قدرتش احلها الصبح، واقوم الصبح انفذ هذه المشاكل. فالانسان بيدرب نفسه بنفسه وبيعود نفسه على النجاح خطوه خطوه. ربنا مديله قياده، فالقائد ده من ياخد الخطوه، والخطوه ناخدها احنا قادرين شعراء بامان، لان في واحد سبقنا في الخطوه دي. ما عندوش مشكله يقول لك اسف، ما عندوش مشكله انه يصالحك. بنصلي ليل ونهار ان انا اظل هذا الصندوق يحتفظ باسراره لحد ما ينحط هو نفسه في الصندوق. فيا لما تعب ورحت اناوله في البيت، دي ما كنتش بقدر اعملها كتير لان كنت بنزل متاثر جدا انه ازاي ابونا يوسف مش موجود في الكنيسه، ازاي يوم حد ابونا يوسف مش موجود، ازاي يوم جمعه ابونا يوسف مش موجود. هو كان متعود على طول ينزل كل يوم، وكان بالذات الحد والجمعه لازم يحضر القداس ولازم يتناول. فكانت دي بتألمني لما أروح أناوله في البيت، وكانت أكتر ألما ليا لما رحت له المستشفى. وقت الفراق كانت صعبة أوي أوي، لأنه هو عامل فراغ كبير. هو كان ليه حضور، وكان ليه رأي، وكان ليه رؤية، ومش سهل إن حد شخصية كده لما تفارق الكنيسة ما نحسش بالفرق والضرب. مفيش شك لما عرفت انه سافر للسماء اكيد اتأثرت، لاني مش هشوفه تاني بالجسد، لكن واثق ان هنتقابل تاني بجسد ممجد وبشكل ابهى وامجد مع المسيح لما نكمل زي ما هو كمل. وانا بقوله زي ما كنت حريص انك تطلب مننا قبل كل قداس ان احنا نصلي من اجلك بلجاجة، جه الوقت ان انت تصلي من اجلنا، انه تشفع فينا امام عرش النعمة، ان احنا نكون مقبولين زيك ونكمل رسالتنا بسلام وبالنجاح زي ما انت اتممتها واكملتها. يوم الجمعة احنا رحت المستشفى علشان احاول اشوف ابونا، فللأسف ما كنتش عارف اشوفه اساسا خالص، وقعدنا حوالي يمكن زيادة عن ساعة واستنينا ميعاد الزيارة علشان نحاول نشوفه، لكن كان الدكاترة كانوا رافضين اصلا ان اي حد يشوفه اساسا، وحتى طنط عادة ما كانتش عارفة تدخل تشوفه اساسا. و يعني جالي احساس انه انا مش عارف اشوف ابونا، وواضح ان انا مش عارف اشوفه تاني. فرصته الأخيرة للوصول إلى الملكوت كانت مرض، واستقبل المرض بمنتهى الصبر ومنتهى القبول. هي أبونا يوسف كان مريض مثالي في تقبل مضاعفات مرضه واحدة ورا الثانية. في الأول أنا فرحت، أنا كنت رحت له المستشفى، وكفاية أنه هو هيبقى في مكان جميل قوي مع المسيح، يعني ده ولكن هو مش مفتقدينه، هو عمل في كل واحد فينا حاجات صعب جدا تتعمل، هي بقت جوانا لان اتعلمنا منه من اعماله مش من تعليماته. لما سمعنا انه حصل كده
الواحد اتشد جدا جدا يعني، ولكن في نفس اللحظة اللي اتشد فيها فرحنا يعني، أنا وعهدي فرحنا جدا إنه خلص اللي عليه قد أكمل، كفاية كده، وتعب كتير وخدم كتير، وكأنه ده الريورد بتاعه بقى إنه يرتاح. لما الواحد وصل له الخبر كان الواحد عنده يعني شعورين، الشعور الأولاني إنه هو فقد أبوه، إن ده كان بالنسبة لنا في الكنيسة هو أكبر كاهن وهو أبونا كلنا. الإحساس الثاني إن إحنا كنا فرحانين له هو إنه هو يعني كمل السعي بتاعه وطلع فوق في السماء. فقدنا قيمة كبيرة وشخص يعني كان عزيز وشخص نشيط وكان له خدمة كبيرة قوي، لكن دايما الواحد بيقول إنه يعني زي بولس الرسول كده، لي اشتهاء أن أنطلق ذاك أفضل جدا. فالواحد ما بيبصش على احتياجاته الشخصية قد ما بيشوف إنه ده الهدف الرئيسي اللي هو كان بيسعى له وكان بيزقنا عليه، واللي احنا شايفين إن هو ده الأفضل لنا كلنا. طبعا لما تنيح كلنا أثر فينا الخبر كلنا، ويعني في الواحد أحيانا مش مصدق يعني إن مثلا إن في الوقت ده مثلا بنروح نجيب أبونا من البيت، إن احنا مش يوم الحد مش هيجي، نطلع المكتب مش موجود، يعني لسه برضو الخبر مسمع معانا. كلنا طبعا زعلين على سبب انتقاله، لكن هو طبعا خد فتره في الاخر في المرض تعب قوي، احنا كنا متابعينها قوي عن قرب يعني، فشفناه قد ايه كان تعبان يعني، واحنا كسبنا لنا شفيع في السماء وبيصلي لنا وهو عارف ظروفنا كلنا. انا كنت في حال مستعد لهذا الخبر لاني كنت متابع مرضه خطوه بخطوه وكنت دايما بسال عليه، لكن رغم هذا وابونا رفائيل بيقول الترحيم ما قدرتش امسك نفسي وانفجرت. بتمر الأيام بسرعة كده على رحيل أبونا يوسف، ويعز علينا أن احنا مش ناسينه وفاكرينه ومفتقدينه فعلا، لو أنه هو في السماء دلوقتي يعني يذكرنا أمام عرش النعمة وساب لنا كنز جميل بسلوكياته وبالكاهن الأمين، كان أمين علينا كشعب. أبونا يوسف مش هتعود نهائي مهما يقول ده أي حد، بس مش هتعود. أنا ما زلت حاسس بوجود أبونا يوسف في الكنيسة. أبونا يوسف حط نظام، حط روح في الكنيسة، ما زالت موجودة حتى في عدم وجوده بالجسد، لكن هو موجود من خلال تعليمه، من خلال ولاده، وأتمنى أن الروح دي تفضل موجودة، لأنه هو ما ادلناش تعليم كده، لكن سلمنا روح خدمة وسلمنا روح مسيح في حياتنا. أبونا يوسف أب، وزي ما أبويا تعب ووصل لمرحلة تعبان جدا جدا وطلبت له الرحمة وطلبت له أن ربنا يريحه من أتعابه ومن ألامه، حسيت أنه ارتاح. تعب كتير قوي، احتمل كتير قوي الفترة المرضية الأخيرة، ألام كتير قوي، حبيبي كان بيشكر على طول، وده درس للكل. إنما إحساسي هو موجود. شفت أبونا يوسف إنسان مسيحي حقيقي، إنسان علم أجيال المسيحية الحقيقية والوطنية الحقيقية، وتواصل مع الجميع بحب. بعد انتقال أبونا يوسف حسينا إن فيه يعني حسينا فيه فراغ في الكنيسة بصراحة، يعني إحنا مكتبه مكانه، أنا كنت دايما بابا في الهيكل، كنت بلاحظه كان بيخش مثلا جوا الاستراحة فجأة كده، لقيت طلع عليه من جوا وأنا شغال كده. فبصراحة يعني لغايه وقتنا هذا دلوقتي انا ممكن احيانا بابا في الهيكل كده واحس ان في يعني فجاه كده ان ابونا يوسف هيكون جاي من الهيكل. بصراحه هو في الحقيقه بيوحشني في الحقيقه يعني، لكن بحس كده بجد انه هو في مكان، في اماكن كتيره في المكان، بحس ده في الحته دي كان يعمل كذا، في الحته دي يعمل كذا، فكان يعني انا بشوفه
بحس بيه في كل حتة في الكنيسة. احنا حاسين برضو لازلنا بان هو موجود لانه روحه لسه تزال حسنها في وسطين يعني كده، وبنشوفها في سواء في النظام او في الترتيب وحاجة زي كده. الحاجة اللي بتعزي الواحد انا شخصيا اللي بيعزيني اني اكمل على نفس الرؤية بتاعته اللي هو كان دايما هدفه عايز يعمل عمل روحي حقيقي جوه الكنيسة، عايز الناس كلها تقرب من ربنا. ابونا ما سبناش محتسين في حاجة، ما سابش حاجة متعلقة عليه هو شخصيا، بل وزع كل الأمور وانسحب بهدوء شديد جدا 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 من المسؤوليات بتاعته، فسلم الكنيسة تسليم هادي جدا وتسليم رائع جدا. ودي برضو من ضمن الإدارة الناجحة، إنه المدير لما يبقاش متواجد الدنيا متقعش. عشان كده احنا مش حاسين ان بعد ابونا يوسف ان الكنيسة وقعت، لكن بكل تأكيد حاسين بفراق، حاسين ان في حاجة نقصانة من حب وعاطفة ابوية واهتمام وسؤال ابو علينا. انا لما كنت اسافر كان يتصل بالتليفون يقول لي هي وصلت فين، عملت ايه، اخبارك ايه، جاي امتى، الولاد كويسين، فكنت اقول له اه كده، شوف بقى كده انت فعلا كده ايه، بتحسسني انك ابوي. فالحكايه كانت فيها روح ابوه، ودي اللي احنا طبعا هنفتقدها مش هتتعوض. وفي كلمه انا قلتها في الكتاب، انا مش لاقي حد اناقشه. احنا نؤمن انه نياحته ان هو ارتاح من تعبه لكنه حي وموجود معانا، وما اعتقدش ان في حد يستشعر ان ابونا يوسف مش موجود في الكنيسه. ابونا يوسف موجود معانا في كل شبر من أشبار الكنيسة، في موجود في نظامها، موجود في دقتها، موجود في روحها، موجود في كل خدماتها، موجود في بصمته المتميزة المتفردة مع كل شخص من ولاده سواء الخدام أو المخدومين. كلنا يد واحدة وكلنا حاجة واحدة. حياتي كلها تجارب بس نجاحات، فالتجارب بتعلمني الشدة والصلابة، والنجاحات بتدفعني إلى الأمام. فالإنسان بيدرب نفسه بنفسه وبيعود نفسه على النجاح خطوة خطوة. بنصلي ليل ونهار إن أنا أظل هذا الصندوق يحتفظ بأسراره لحد ما ينحط هو نفسه في الصندوق.